الأستاذ الجليل نقيب محامي مصر اتحاد القانون العرب الأستاذ سامع عاشور، السادة الزملاء الأفاضل، السادة الضيوف، السادة المكرمين، السيد الأستاذ الدكتور العميد الدكتور شريف خاطر، السيد الأستاذ العميد الأزهر العول المنصورة الدكتور محمد عرب، السادة الحفل الجميل، السادة الزملاء والسادة الزميلان. هذا اليوم أحد الأيام المشهودة في حياة نقابة المحامين الانتقالية. يحضر السيد النقيب رجل المعارك ورجل المواقف، وتعرض لمواقف شديدة جدا بسبب الدفاع عن النقابة. فهذا يوم مشهود ولا أحسبه من الأيام إلا يكون مشهودا وجميلا في نفس الزمن، خاصة نحن نستقبل دفعة جديدة من شباب محامين مصر في دورة المعهد الثانية. فهذا يوم جميل من كل الأطراف، بحضور الشيوخ للتكريم، بحضور الضيوف، بحضور الإخوة الزملاء الجداد الداخلين للنقابة لأول مرة. حقيقة الموقف بالنسبة لي، بالنسبة للأستاذ النقيب، رجل المعارك، وأسمي رجل المعارك بحق، بل أنه تعرض لحكم جزئي ضده بالحبس بسبب الموقف من التعليم المفتوح. هذا الموقف يحسب للسيد النقيب، لو لم يفعل إلا هذا الموقف أو هذا الموقف من نقاب التعليم المفتوح كان كافيا له، ولكن كل المواقف كانت بعد الثورة كلها مواقف معارك، التعليم المفتوح، النقابة للمحامين الممارسين، فقاض معارك وتعرض لكل أشكال يعني الحرب الدروس، الحرب، وللأسف كانت الحرب من الإخوة اللي لم يوفقوا في الانتخابات، ولكن حولوها إلى معارك حقيقية واصطنعوا معارك من أجل محاربة هذا الرجل. فهذا الرجل نحن جميعا نفتخر به لا شك، وتعرض لمواقف كثيرة جدا، ولكن كان صلبا، رجل صلبا ولا يخشى أي موقف. حتى قبل الجلسة بتاع الجرح مستأنف 15 واحد، قلت له عامل يا سيادة النقيب؟ قال لي ولا يهمك، ده انا خايف اكتر منه. قال لي ولا يهمك يا محمد، وان شاء الله اخذ براءة برضه. كان واثق هو في البراءة، يعني ثقته في نفسه وثقته في القضاء المصري. فنحتفل بضيف الجميل الأستاذ سامع عاشور ونشكره على المعارك. وهناك معركة أخرى لم يشعر بها بعض المحامين، معركة المعاش. سيد الأستاذ النقيب تولى النقابة وكان المعاش في الثانوي 27 جنيه. النهارده المعاش 50 جنيه. محدش حاسس بدي خالص. عشان تبص صغار شباب صغارين الكبار يحسوا بيها. كان المعاش 27 بقى 50 جنيه. كان في معاش دفعة واحدة أول مرة نسمع في عهد السيد النقيب. دي كلها معارك يا جماعة. وكيف أوفر الموارد؟ وكيف أحافظ على أموال النقابة؟ وكيف يحترم موارد النقابة؟ وكيف نحتمي به في إدارة أموال النقابة؟ فدي كلها لا يشعر بها إلا القليل. دي معارك. إنه يرفع المعاش من 27 ل 50 معركة. خدها على مراحل ووصل لحد ال 50 جنيه. دفعة واحدة معركة. الأكثر برضه الناس اللي أصحاء ما بيحسوش بيها العلاج. العلاج النهارده سقف العلاج 30,000 جنيه في السنة. غير الأمراض المزمنة، العلاج لمدة طول العام على نفقة النقابة. اتنين بقى ربنا يعافي، زراعة الكلى والكبد زادت بقت 100,000 جنيه، والقلب المفتوح. دي يا جماعة دي إنجازات ومعارك. يعني بصراحة أنا كنت ساعات بشك إن يترفع سقف المعاش، يترفع سقف العلاج. فعلى فكرة أعلى مشروع علاج في مصر مشروع علاج لنقابة المحامين. أقول لكم على معلومة تانية، بعض المستشارين زوجاتهم محاميات بيتعالجوا في النقابة، قالوا النقابة المشروع بتاعها أعلى وتغطي أعلى. فإحنا نقعد نعدد كتير من المعارك، مش مشاريع ولا قرارات، أنا بسميها معارك. وظل يحارب ولكن وقف وظل صامدا إلى أن وفق في كل هذه المشاريع، كل هذه الإنجازات. فأنا برضو مش عايز أضيع وقتكم، ولكن وحق علينا أن نذكر هذه المواقف، وبرضو لا ننسى فضل المجلس الذي عمل مع السيد النقيب. ما فيش شك المجلس دور ودور مهم جدا، بقيادة بقى الربان السيد النقيب الجميل سامع عاشور. فتحية إجلال وتقدير للنقيب الجميل. ولا ننسى بقى في النهاية أن نتقدم بالشكر للسيد الأستاذ الدكتور أشرف عباسط رئيس الجامعة، السيد الدكتور شريف خاطر على حسن استقباله، وقال دي أنتوا في ضيافة النهاردة، فشكرا خاص له برضه لأنه محاميا
ثم عميدا. فالاصل انه احنا بنعتبره محامي اولا ثم عميد واستاذ للقانون العام. برحب بكم مره ثانيه ودائما نلتقي على خير، كلنا خلف هذا الرجل الجميل صاحب المعارك، ودائما نلتقي به على خير. وانا شاكر الحضور الجميل وطابت ايامكم وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.